إذا كنت تواجه صعوبة في ركن سيارتك، فهذه الروبوتات التي ابتكرتها شركة صينية ربما تزيح من على كتفيك هذا العبء. يقع بعض السائقين تحت ضغط نفسي عندما يرغب في ركن سيارته، خاصة في المواقف الضيقة أو في مراكز التسوق المزدحمة بالسيارات. لهذا قامت شركة هيكفيجن بابتكار هذه الروبوتات البرتقالية المسطحة وإجراء التجارب عليها في مدينة واتشين شرق البلاد. نقرات معدودة على شاشة الهاتف داخل تطبيق أعدته الشركة لهذا الغرض يحضر الروبوت فوراً ويتولى مهمة ركن السيارة خلال بضع دقائق. هذه الطريقة وبحسب القائمين على الروبوت توفر أيضاً حلاً ليعرف الأشخاص مواقع سياراتهم في المواقف الكبيرة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة نتيجة عدم قيادة السيارات داخل المواقف، ما يحد من الغازات الضارة المنبعثة من العوادم. شاركونا أراءكم، هل تعرفون أحداً سيفيده هذا الاختراع؟